كلام مهم جدا. الرياضة المصرية ما حققتش هذه الطفرة، والأندية المصرية ما اتحركتش لقدام إلا بفعل الاستقرار. استقرار العام في الدولة في الفترة اللي فاتت هي اللي كفلت أولا صدور قانون الرياضة الجديد، ثانيا الأندية المصرية. إحنا النهاردة ثلاث أندية مصرية في الأدوار المتقدمة أو قبل النهائي في دوري الأبطال وفي الكونفدرالية، والإسماعيلي كمان في البطولة العربية. إذن ما كان لهذه الأندية أن تخطو خطوة مهمة للأمام في السنوات الأخيرة إلا بفعل هذا الاستقرار العام في الدولة. كمان قانون الرياضة الجديد 71 ل2017 ما كان ليصدر ويحقق كل هذه الطموحات ويلبي كل هذه الرغبات في الاستثمار الرياضي الجديد إلا نتيجة أو نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار العام في الدولة. مناخ الاستثمار الجاذب للرياضة المصرية جاي على هذه الأرضية المستقرة هنا في ملك وكتابة. المهندس عدلي أشار لنقطة لعلها من المفيد إن احنا نفكر بيها، لأنه النادي الأهلي لما أعلن في الأيام الأخيرة عن تأسيس ثلاث شركات مهمة، شركات مساهمة، إحداها شركة الأهلي لكرة القدم، وده كان حجر الزاوية لبرنامج ملك وكتابة في اختلاف بدل الكثيرين إنه خلاف عنيف شوية في وجهات النظر مع مجلس الإدارة السابق وليه كل التقدير، لكن كان الخلاف وقتها خلاف جوهري بتتضح أسبابه ونتائجه هذه الأيام، لأن وقتها لائحة أو مشروع لائحة النظام الأساسي اللي كان معروض للجمعية العمومية واللي طلب من ملك وكتابة إنه يعمل حوار مجتمعي حواليه، لاحظنا ساعتها في مادة صريحة وواضحة جدا بتقول إن المجلس الإدارة الحق في إنشاء شركة لكرة القدم وطرح أسهمها في البورصة فقط. جه في مادة تانية بعديها بشوية لمجلس الإدارة الحق في إنشاء شركة أو شركات لبيع الملابس الرياضية، وخلاها شرط مقيد بقى بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية وامتلاك النادي ل 52% من أسهم هذه الشركة. يعني لما أجي أبيع شورت وفانيلا وأدوات رياضية أرجع للجمعية العمومية واحتفظ للنادي بأكثر من 50% من قيمة هذه الأسهم. بينما كانت فكرة بيع شركة كرة القدم وطرح أسهمها في البورصة بدأ الأمر وكأنه مفتوح ومطلوق ومتاح. هنا كان تخوفنا وهنا كانت وجهة النظر اللي أعتقد حضراتكم فاكرين تفاصيلها. فكانت النتيجة أنه مجلس الإدارة الحالي لما عمل مشروع لائحة النظام الأساسي تنبه إلى هذه المسألة، اهتم جدا أنه ما من شركة تنشأ في النادي إلا الحصول على موافقة الجمعية العمومية وامتلاك النادي لأكثر من نصف أكثر من 50% من أسهمه. ده كان بسبب هذا الحراك وإبداء وجهات النظر القانونية المهمة الحريصة على النادي، لكن لا كان خلاف مع أشخاص، فقط كان خلاف على أفكار، والهدف المباشر كان مصلحة النادي الأهلي. وقتها اتقال أصل في مش عارف مين عايز يشتري كرة القدم في الأهلي ومين عايز يستثمر، بعض الحاجات بتتضح دلوقتي للعامة، لكن كان المهم إنه النادي الأهلي السباق دايما. لما الناس اتكلمت في الفترة الأخيرة بموجب قانون 71 ل2017 اللي فتح نوافذ كتيرة في الاستثمار الرياضي وادي الأندية الحق في استغلال القيم التسويقية بتاعتها وعلاماتها التجارية، كانت النتيجة إنه مجلس الإدارة طلع بسرعة بمهمته ومسؤولياته في تأسيس ثلاث شركات. دي القوة بتاعت النادي الأهلي اللي ميزانيته تعدت ل2 مليار. البقية الكيانات الشعبية هو ده اللي أشار إليه المهندس عدلي، هي ديت اللي محتاجة السوق يبقى فيه ضوابط، آليات كتيرة تتفعل، الحفاظ على الحقوق العامة وهذه الكيانات الجماهيرية.